برسم صور تيفي ماضيها نغم حب وهمزة روح دقات قلب تقول شو فيها يا عيون مسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفي عمي ما تاكل هم ما فيني احكي شيء لحتى اشوف ماريا بدي اشوف شو بدها يعني ما في شو بدها وشو بدك يعني انت بتعرف نحن بمشكله ولازم نحلها باسرع وقت وانا لازم اعرف قبل بوقت عندي معازيم وتحضيرات وبدي احضر فساتين وديكور ومنيو خليني احكي مع ماريا وبخبركم رجع قال لي بحكي انا وماريا عن شو بعد بدك تحكي انت وماريا ليك نور حبيبي الرجال المحترم ما بيوعد وعد وما بيوفيه هيدا العرس لازم يصير ويكون بعلمك انه ما عندنا خيار تاني في سمعتنا بدك يا جماعه ما بعرف انتو ليش ما عم تفهموا الشغله البسيطه اللي انا قاعد عم اقولها هي مساله قررها انا وماريا بدي اشوفها واحكي معها انا متفهم قديش انتو قلقانين وخايفين ان شاء الله ما رح يصير شيء ماله منيح كله خير بس هي مساله بقررها انا وبنتكم بس شو بقول حلو قاعد لحاله حبيبتي شوفي أنا مطمنة لقعدة رحاب ورياض مع نور ما بعرف لي طولوا ميرا شيلي نور من راسك ولك أنت اللي شيليني من راسك ما بدك تفهمي أنا بحبه لنور افهميها بقى وطي صوتك ليك بهالحالة مش بس عم تضري حالك عم تضريني لقلي كمان ومش بس عم تضريني عم تخربي كل شي سويته مشانك حتى نوصل لهون اللي سويتيه مش مشاني سويتيه كرمالك انت اللي كان بدك هيك انا ما طلبت منك تعمل كرمالي شي
يا مشدوبة فتح عيونك وتطلعي حواليك، كل هيدا رح يصير لإلك. هيدا رح ينسيك نور واللي خلف نور، رح نعيش الحياة اللي حلمنا فيها. ليه ما بدك تفهمي؟ أنا بحبه ماما، بحبه، فهميها بقى. لكن للمرة التانية ما رح خليك تخرب اللي سويته، فهمتي؟ بتعرفي شو؟ إذا رح تضلك هيك أحسن لك تحمل حالك وترجعي على باريس. بعدين معكم انتم، اكيد هيدي فكرتك. حبيبتي شو كان بدك ياني اعمل؟ وقف اتفرج عليكم كيف عم تشرشحونا؟ يا بس هيدا الموضوع ماما بخصني انا وياه، واذا في حدا ممكن يتشرشح فهو انا. لو سمحتي تركيني انا اتصرف على طريقتي وما تتدخلي. امك بدها مصلحتك بابا. لك يا بابا، انت اكثر واحد بتعرف قد ايه انا بدي اكون مع نور، بس تركوني انا اتصرف على طريقتي معقول؟ يا حبيبتي نحن كمان اكثر شيء بدنا اياه انك تكوني مع نور، وعم حاول ساعدك. لا عن جد عم بتزيديها. يعني أهلين بالعريس، بالأب الحنون. قوم قوم يلا هاتي داك مشي. شو بدك مني؟ أنا هيك مرتاح، قل عني لك. قوم حيجيب آخرتنا غير المشروب. قوم لك يا أخي شو بدك فيني؟ روح لاقي حدا غيري تساعده. انت ما فيك تساعدني نور، خلص، ولا اي حدا بالدنيا فينو يساعدني. بدك ياني اعترف لك انك انت ربحت؟ انت ربحت نور، اخذت حبيبتي. مبسوط؟ مروق؟ أكيد مالي مبسوط ومالي مروق وحضرتك هيك. أنت كيف بتخليها تحمل؟ أنت واحد أناني. أناني! معلش ما تأخذوني، بس إذا حدا من برات البيت بيطلع علينا بيقول هذا البيت أكيد نازل عليه مصيبة. شو بكون؟ بعدكم شباب صغار، النهار بعده بأوله وكل واحد قال بوشه شكل. شو صاير؟ شو مستر فرج؟ عم توزع نصايحك للكل؟ بس هيدا الشاب ما هو حق ينهم إنه حرام رح يصير أب. بس يا نور انه ما بدك هالقد، حلوه الابوه. بعدين انت وماريا انه بيلبق لكم تساووا عائله، ما هيك؟ طيب صحتين صحتين. بون ابيتي. صباح الخير. محلك كان فاضي على الفطور.
ما بدك تنزل؟ مالي نفسي. شوف فادي، خليني اقول لك شغله واتمنى تفهم علي من دون انفعالات. انا متمني من كل قلبي انك تكون مبسوط ومرتاح، بس لازم تشيل مريم من بالك بقى، خصوصا بعد قصه الحمل. ما عاد طالع بايدنا شيء يا فادي. انت من كل عقلك كنت شاكك ان الولد ممكن يكون مني؟ تعرف انك حمار. ماريا بنت ما في منها، وانت ما بتستاهلها. ما بستاهلها، معك حق، بس هلا عم نحكي عنك انت. انا ما بيهون علي شوفك عم تتعذب وتتخبط وحياتك عم تخرب، ومالي قدران اعمل شيء، مالي قدران ساعدك. يا ريت لو بقدر، بس يا ريت لو بقدر شيء من بالي. زين زين زين، تا يا حبيبي، زين 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 زين. ليك 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 مهلا ليك جدو، اوعى تنسى الاكل بتاعه ومعاده الساعة واحدة ياكل. ها معقول يا انزاي؟ بدي احطه بعيوني انا. كوي يا حبيبي. صباح النور. شو من الصباح عنا؟ اصل زين حب يشوف جدو. اهلا وسهلا. قال له صباح الخير يا جدو، صباح الخير يا عمو، صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير. مدام فاتن كانت عايزة تعمل شوية تجديدات في المحل. قصدك رحاب؟ لا فاتن، ما هي بقت شريكة مدام رحاب في المحل، وعايزين يجددوا المحل ولازم ابقى موجودة. ومن ايمتى هذا الحكي؟ من كام يوم. يلا بركي بتتلهى شوي وبتحل عنكم. سيد امير، لو وجود زين مضايقك انا ممكن اخده معايا. لا طبعا، بالعكس بالعكس، اهلا وسهلا فيه. تعال حبيبي، تعال زين، بحبه لعمو. تعال شوف، تعال شوف. في مانع اذا طلعته مشيته شوي برا؟ لا مفيش، تفضل. فرج اعطيني العربيه تبعه. حاضر. يا الله يا نور، شو مشتهيه اطلع على اليخت. بدي اروح انا وياك لحالنا، بنغير جو، ننبسط. رح تكون احسن من اخر مره، شو رايك؟ حط عينك بعيني وقلي انه منك مشتهيه تروح. انت بتعرفي انه مو هيك القصة. انا ما مقدر استرخي، بالي مشغول. منشان هيك بدي اسرقك من كل شيء. بعدين شو اللي شغل لك بالك هالقد يعني؟ ماريا وحملها. اذا بتجي معي رح تنسى كل شيء ورح تغير جو. منشان الله بس. وليش انت متاكد انه الولد ابنك وانه القصة مانا ملعوب؟ شو؟ يا سيدي حتى لو هيك، شو أول مرة بتصير يعني؟ ليش ماريا ما فيها تربيه لحالها؟ ليكني أنا ماما ربتني لحالها وربتني أحسن ترباية. بعدين أنت زلمة شام، أكيد ما رح تخليه ينقص عليهم شيء. المشكلة القصص هي بتزبط برا بفرنسا، ما بتزبط هون، وحتى لو زبطت مع كل الناس معي ما بتزبط. بدك تعيش مع مرة ما بتحبها بس لأنها حامل منك؟ أنا حالف يمين إذا بيجيني ولد ما حخليه يعيش مشنطط مثل ما أنا عشت. بدي إياه يربى بين أبو وأمه، ما رح خليه يربى مثل ما أنا ربيت. ما رح تكون معه، أنت ما بتحبه. أنت إلي وبتعرف كتير مني هذا الشيء. واللي بعرفه كمان إنه اللي بيننا ما رح يكمل. اللي بيننا مستحيل ينتهي. الله يخليكي،
صعبة القصة أكثر علي. رح تقدر تنسى اللي صار بيناتنا؟ شوي شوي، ما بيعود موجود. شوي شوي ما بيعود موجود وبصير كأنه ما صار شيء، صح؟ بس بدي أحاول أنسى، بدي أكون واقعي. أنا بعرف تمام إنه اللي بيناتنا صعب كتير يكمل، ما رح يروح، مستحيل مستحيل يروح لمحل أبعد. يا الله الدنيا شو بخيلة، كتير بخيلة معي دائما هيك، دائما بتحرمني من أحلى الأشياء، عم تحرمني منك هلا مثل ما حرمتني من أبي. بس لو مرة واحدة، بس لو مرة واحدة بتعطيني اللي بدي إياه، أنا ما بدي شيء، أنا بس بدي إياه. شان الله ما تاخذنا، عذبناك. اهلين كرم. نعم لا تاخذنا مشان الله، عذبناك معنا. لا 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 بسيطة، أنا ما عندي مشكلة، بالعكس بحب الأولاد. ما في مثل الأولاد بالدنيا، الواحد ما بيعرف قيمة الضنا لحتى يصير عنده ولد. يا سيدي فيك تسامح بحق أخوه، بحق أمه، بحق أبوه، بحق ابنك؟ أعوذ بالله، أنا كرماله هذا فيني آكل روس بشر. سلام. الله معك الله معك، أهلين كرم. عمره ما راح يكون إلك، بعرف إنك بتحبي، بعرف عيونك بتفضحك كل الوقت بشوفك كيف عم تطلعي فيه وكيف عم بتعاملي. كل اللي شفته كان غلطة والله، وما راح ترجع تتكرر شو ما كانت تكون. إذا راح تضلي عم بتفكري فيه لازم تعرفي كيف بيفكر بقصة الأولاد والعيلة، إنه راح يرجع لماريا لأنه راح تكون ابنه أخي، وبعرف كيف بيفكر. برجع بقلك صدقيني بعمره ما رح يكون لك، ديري بالك على حالك. صلي ناطرك كل النهار، دورت عليك بكل محل. بليز فادي بترجيك تفهم، أنا ما بقى بدي مشاكل، اتركني. أنت شايف حياتي مش ناقصة تعقيدات. من ناحيتي ارتاحي، أنا ما عاد ضايقك أبدا بعد قصة حملك. أنت عم تحكي جد؟ ايه أنا عم بحكي جد، وبدي قلك شغلة بدي اياكي تضلي متذكرتيها طول الوقت. إذا حصل في أي يوم من الأيام
حسيتي حالك مالك مرتاحة مع نور، فبدي اياكي تعرفي انه انا موجود وناطرك ومكانك محفوظ، ولو كان عندك 10 اولاد. طيب اوكي، طب باي باي دلوقتي. باي باي. في حدا؟ لا ما فيش حد. مع مين عم تحكي؟ ده عمي رفيق، كنت بسأله على ماسة بس لقيتها مش موجودة. في شي خبرية جديدة حابة تخبريني اياها؟ في ايه يا أمير؟ لو عندك حاجة قولها، احنا في الجاليري. كرم بيعرف شي؟ لا طبعا. ليه هو قالك حاجة؟ لا ما قال لي، بس صار له فترة عم يلمح. لا طبعا ما يعرفش أي حاجة، تبقى مصيبة. لو كرم عارف هيقلب الدنيا. انت ليش ما بتعدي هاي الفترة كلياتها بالبيت؟ حاجتك روحة وجاية، عادي خليكي مع زين، حاجتكم شنطة. واجيب فلوس منين؟ انت الناس اللي باخد كام هنا؟ سارة انا قلتلك بعطيكي قد اللي بتاخديه هون مرتين ثلاثة، ما بينقصك شي لا انت ولا هو. طالما انا ابوه فانا متكفل بكل شي، موضوع المصاري لا تاكلي همه نهائيا، خلص. ولو يا سارة، عن جد هيدا عرض ما بيتفوت. شو أمير؟ عمهلك عمهلك. ليكي هالمرة رح سامحه، بس ما يعيدها مرة تانية، لأنه أي حدا بديله كان بيتمنى الموت، وما أعرف أنا هيك سر. شفت شو حلمين الغراض بعقده؟ لك هيدا شو مهضوم يعني وسو. والله ما عم بفهم عليكي، انه كتير مبسوطة باللي صار مع بنتك يعني؟ لك يا حبيبي شو فيها؟ ما البنت مكتوب كتابة. يي قطيعة شو نكدة، ما بتخلينا ننبسط بشي. طيب كل هيدا هلأ جهاز ولد واحد؟ لك شو حكينا مشان المصروف؟ لك يا حياتي معلشي، انا قلت لك انا بهتم بالموضوع، ما تعطى الهم. ميمي تعي شوفي شو اشتريت غراب. شو هيدا؟ هاي شوفي شو اشتريت. كلها؟ يي انت كمان كلها؟ ايه امك ما مخليه تاجر بالسوق يعتب عليها. خلص بقى، شو كل يوم رح يجينا ولد؟ لك شو حلوه. شو رايك تشوفي؟ ليه زهر؟ هاي الله شي في ازرق. هو الفواتير الغراض يلي اشتريته. يا ريت نور مرة تانية تبعت معي شي شوفير، هلكت أنا وأشتري الغراض لوحدي. عزبتي حالك. ولو يا عيب الشوم، شو كل يوم رح يجينا ولد؟ بعدين هيدا ابن الغالي. أيمتى بدك تجي تشوف الغراض؟ بيطيروا العقل. عن قريب، عن قريب إن شاء الله. أهلين ناي. شو عم تعمل؟ عم شوف مواصفات سيارة جديدة شو بتتحمل تعديلات. مجد أنا كثير مبسوطة كيف قدرت تخلص من قصة لونا. لا هيك كانت لعبة صغيرة وما حبيت إني كفي فيها.
مشكي بدي اسالك شيء بس يعني كنت عم فكر فيه لي فتره. تفضل. انه هو الطلب شوي محرج انه ما بعرف كيف بدي اقول لك اياه. بس ما تقولي لي انه عندك شيء قصه مثل قصه اختك. لا 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 ابدا اكيد لا. صراحه كنت عم فكر لي فتره انه اذا في مجال اني اشتغل عندك انه حابه اطلع مصروفي. تعتقد انه في شيء لي عندك؟ فينا نلاقي. تكرم. شو تشربي؟ مصيبة لازم شوفك فورا. طب انت قلت لي ان اسمها سمر وجت في نص الثمانينات لمصر، شعرها احمر وحلو ومغيره اسم الشهرة. طب تاريخ المجلة ده مش فاكر امتى؟ معرفش والله، بس لو عايزني اعرف لك اعرف لك. ملهاش أغنية كده كسرت الدنيا ولا سمعت؟ طب بص يا أستاذ هاني، أنا هغني لك حتة من أغنية كده وإنت بقى شوف لو هي الأغنية بتاعتها. يا ريس تغني وأنا جايبك تغني دلوقتي؟ كل المعلومات اللي أنا أعرفها قلت لك عليها، هتعرف تساعدني ساعدني، مش هتعرف خلاص. طيب ايوه يا حاج، هنا الرساله اللي بعتها لك فيها كل المعلومات اللي عندنا. اقلب الدنيا عليها، جيبها لي، ولو جبتها لي لك الحلاوه. شكرا، مع السلامه. كده تمام يا باشا؟ لا زي الفل، وكل ما تكون اسرع تاخد فلوس اكتر. يلا اشتغل بقى. شكرا يا باشا. عفوا. بتساوي ايه يا زلمه؟
انت مقدر المصيبه اللي ممكن تساويها فاتي؟ بعرف بعرف منيح، بس انا جيت لعندك لحتى نلاقي حل. حل شو؟ مو خلص صارت بتعرف وكله من طيشك وعن طزتك. مشكلتك ما بتحترم حدا، مفكر الدنيا كلياتها ملكك والبشر عبيد تحت رجليك. انت ليش عم تحكي وتتعامل معي هيك وكأني عدوك؟ ليش؟ انت ما بدك تفهم انه اصل البلاوي والمشاكل كلياتها هي ميرا وامها. هالمرة اصل البلا انت وبس. انتبه انه ميرا صايرة عم بتحركك مثل اللعبة ولا مالك منتبه؟ هذا اللي طلع معك؟ ايوه غطي غطي على مصايبك بالزعبرة غطي. انا ما عم اطلب منك تغطي لي على مصايبي. انا فكرت بانه ممكن تساعدني على اعتبار بانك اخي الكبير، بس تفضل شوف كيف كانت ردة فعلك. انا ناقصني تزيد علي؟ انا بعرف حالي تماما شو عامل، بعرف اني مخبص وبعرف المصيبه اللي انا واقع فيها. نور اذا انا لحالي مو طالع بايدك تساعدني وهيك كانت ردة فعلك، كيف بدك تحل مشاكل البيت والعيله وميرا وهذا الشيء اللي قضينا حياتنا كلياتها عم نبنيه؟ كيف؟ تقدر؟ هلا انت رح تصيري تصوري تفاصيل السيارات المعدلة، فيديو طبعا، مشان نحطهم بالفايلات قبل ما نبعتهم للزباين. هيك نوع من السيارات ما بيشتريها غير الناس اللي بيهتموا بالتعديل. القصة مانا كتير صعبة. رح علمك هلا انا كيف تستخدمي الكاميرا وشو الشغلات المعينه اللي بدي اياكي تصوريها. اوكي تعي شوفي كيف. هلا هون عنا ريكورد. اوكي بعدين شو غرقانة؟ قلت لحالي ما بدك ياني فوت لما دقيت وما رديتي. بصمتك شو حلوين. ديك شو صغار عن جد بضحكوا. تخيل نحن كنا نسيح فيهم كيف هي. عملت فحص دي ان اي ما كان ضروري. بتعرف بأول مرحلة الحبل كل شيء بيبقى عادي وخطر، بس كان لازم أعمله. بتعرف ليه عملتها؟ مريا أنا مصدق. نور أنا مستعدة موت ولا تشك فيي لحظة واحدة. ما تخلي الأفكار كتير تاخدك وتجيبك. أنا بعرفك كتير منيح. طلع فيه نور وعد فكر انا عملت فحص الدي ان اي لاجبرك تتجوز. انت منك مجبور على شيء. انا بس عملته لحتى تعرف شو صاير وطمن بالك. كانك ما بتعرفيني مريم. انا بدي اياكي، بدي اولادنا يربوا بيناتنا معك ومعي ومع اعمامهم. هلا انا بعرف قديش المرق كان صعب، صعب علينا اثنيناتنا، بس خلينا نقول انه هاي غيمه ومرقت ما عاد لها اثر. نور انا خايفه منك كثير. مرقت لحظات حسيتك رحت وما عاد ترجع. انت قلتيها مرقوا وخلصوا. خلينا نبلش من اول وجديد. رح تسامحني مشان قصه فادي ما كان. بس 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 تعي نتفق على شغله. هذا الموضوع ما عاد نجيب سيرته مرة ثانية. بدنا ننساه كلياته على بعضه. أنا بهمني شيء واحد، أنتي وإنك تكوني مبسوطة بس. طول ما أنت حتى أنا مبسوطة.
ردش يا استاذ زينب. انت كنت متوقع حاجه ثانيه؟ حضرتك متاكد انه مسافر؟ كلمي البنك وحواليه جوه. حضرتك تحت امرك. الو. يا مس مستني تليفون من البنك. اكون مستني من مين يعني يا حبيبتي تليفون؟ لا مفيش حاجه، عندي مشاكل بس في الشغل. والله عندي مشاكل في الشغل. لا لا لا، ده انا مش قادر اصدقك. يعني بقول لك عندي مصيبه هنا في الشغل وانت عماله تكلميني في موضوع الصور ومش عارف ايه. ستي حس بيا بقى. طب يلا مع السلامة. ألو. فاتن نور البيت. مرحبا. هلا. طلوا عصافير الحب. شو هالجو الشاعري؟ مليت احلى من الوصل؟ ولو شري اطلع شو نكت. ايه عصافير حب واحلى كمان، تقبروني. جايين نخبركم انه قررنا نعمل العرس. ايه هاي خبريه. مبروك يا حياتي، مبروك. احلى خبريه سمعتها. مبروك سهري. مبروك حبيب. مبروك، كتير انبسطت لكم. ما معقول شو بحب اجواء الاعراس. لو تشوفي انا شو بحب الاعراس. ايه اصلا ما كان في لزوم نخبرها للماما لانه هي مبلشه بلسه المعازيم من قبل ما نحن نقرر. خلاص. ايه بس هي معها حق لانه يا دوب نلحق. تقبرني سهري، ميرسي. لو انا اللي قلت هيك كانوا ضحكوا علي. سيد نور، ست ماريا، مبروك. الله يبارك فيك. بونجور. بونجور بونجور. اهلين هالجامعة الحلوة. والست فاتن كمان هون. دوموزيل لونا، ويني كل النهار مامي؟ عم دق لك ما بتردي علي ليه؟ ليه ما قال لك البابا انه سمح لنا نطلع مشوار؟ لا غريب. رح يخبرك. ايه قلت له ان شاء الله الصيحة. والله محس عليك. شو اللي مضايقك؟ ليش عم تخبي علي؟ ولا شيء. شو بدي خبي عليك؟ ما انت بتعرف كل شيء وبتعرف انه عم وقف بوش سعادتك. نو حبيبي، انا بعرف انك هلا زعلانه مني كثير، بس صدقيني مثل ما اللي شايفك قدامي هلا بكره رح تتشكريني كثير 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 اني وقفت بوش الجواز الغلط. غلط؟ مين قال انه غلط؟ انت الوحيد اللي عم ينزعك. لك اخ يا بابا اخ. اخ لو تعرف قديش عم تتدخل بحياتي. يمكن كنت حسيت فيني. يا عمري انا فهمان عليكي، انا بقدر افهمك يا روحي، انت هلا عم تلحقي مشاعرك، عم تلحقي احساسك هلا، بس انت ما عم تفكري لقدام شو ممكن يصير. هيك كنت تقلها لماما؟ كنت تقلها انك اكثر واحد بيعرف مصلحتها؟ من هيك طفشت ما هيك؟ هاد رايك؟ لمعلوماتك انا بعمري ما تدخلت بحياه حدا ولا فرضت عليه اي شيء. انت بعمرك ما حسيت بحدا، دائما بهمك شو بيريحك ومصلحتك وبس. يعني انا اناني؟ بعمري ما كنت اناني تحديدا معك انت. على فكره انا ما قلت لك انك اناني ولا جبت سيرتها هلا، بس يمكن ماما كانت تقول لك اياها. ما هيك؟ وعلى فكره
إذا كانت تقولها فمعها حق. دافع عنها ليش لا؟ دافع عن أمك اللي تركتك لما كنت صغيرة وكنت بأشد الحاجة لها، يلي ترجيتها مشان تضل، هلا بدها تروح تشوف حياتها. بدي اياك تفكري كثير منيح بهذا الحكي، بعد ما تفكري فيه تشوفي مين الأناني، أنا ولا هي. وين كنت؟ ليه ما عم ترد على تليفوناتي؟ دخيلك ميرا بس. نور وين كنت؟ رح اتجوز انا وماريا. ما بتقدر، ما رح خليك. اسمعي اسمعي اسمعي، هذا اللي رح يصير، حاجة نعذب بعض اكثر من هيك، وانت كمان ساعديني الله يخليكي. ما رح ساعدك، لك انت ارحمني بقى، ارحمني وحاج تكذب على حالك وعلي وعلى ماريا. طلع فيني وقل لي انك ما بتحبني. بحبك 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 منيح هيك، بس شو بقدر اعمل بكل الحب اذا صار في ولد؟ خبريني انا رح اجن، ساعديني مشان الله. لا تتجوز لا تتجوز. Shine.